يقول السائل: أشكل علي قوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني في قوله فخشينا، الضمير لمن يعود؟ الضمير يعود إلى الخضر، إلى الذي فعل هذا الشيء، وذلك أنه خاف على الوالد أن يفسده هذا الغلام لو كبر. الله أطلع الخضر على حالة هذا الغلام وأنه شقي، ولو كبر لأفسد والده فقتله حماية لوالده. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا من علم الله الذي أطلع عليه الخضر. والخضر قيل إنه نبي لأن هذه معجزة، وقيل إنه ولي من الأولياء وهذه كرامة وليست معجزة، فالله أعلم. المهم أنه قتله حماية لدين والده، لأنه لو كبر لا جر على والده الكفر والطغيان.